بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا بد قبل شرح هذه الآيات من مقدمة. المقدمة أن هناك مقام الألوهية وأن هناك مقام الرسالة، فلا بد من أن يكون هناك فرق واضح بين المقامين لئلا تختلط الأمور فيؤلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من تمايز مقام الألوهية عن مقام البشرية، عن مقام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لا في أقواله خطأ ولا في أفعاله خطأ ولا في إقراره خطأ. الإنسان الوحيد الذي يعد كلامه تشريعاً وإقراره تشريعاً وأفعاله تشريعاً هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عصمه الله عز وجل من أن يخطئ وأمرنا أن نأخذ منه وأن ننتهي عما عنه نهانا، فقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نهاكم عنه فانتهوا. كلامه تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع، ولكن لئلا يختلط مقام النبوة والرسالة مع مقام الألوهية سمح للنبي عليه الصلاة والسلام بهامش ضيق جداً اجتهادي، سمح له بهامش اجتهادي يجتهد فيه، فإن أصاب أصاب، وإن اجتهد خلاف الأولى جاء الوحي فصحح له. لماذا سمح له بجانب اجتهادي؟ ليكون هناك فرق بين مقام الإله ومقام النبي، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى هو أنه لا معصية من دون تكليف، لا معصية من دون تكليف. لهذا المسجد أبواب ثلاثة، ليس هناك باب مسموح الخروج منه وباب ممنوع. لو في لوحة ممنوع ومسموح وإنسان خرج من الممنوع لكان عاصياً. فالحقيقة الأولى لا معصية من دون تكليف. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد زعماء قريش، والشيء المألوف والمعروف والطبيعي والمنطقي أن هذا إذا أسلم أسلم معه خلق كثير، الناس متبوعون وأتباع، المتبوعون يتبعون الأعلام دائما، فكل إنسان إذا سعى لهداية إنسان متبوع فكل أتباعه سوف يقلدونه. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية هذا الإنسان حرص كبير، وهذا موقف طبيعي وصحيح ومألوف ومنطقي وواقعي. بربكم، لو أن أحداً من الإخوة الدعاة خير بين أن يلتقي برجلين، رجل محب مستقيم تائب عابد سائح، ورجل منكر معترض معاند، أيهما أهون عليك؟ أن تلتقي مع محب، مع خاضع، مع مؤمن مستسلم، أم مع منكر معاند فظ غليظ؟ الأهون أن تلتقي مع إنسان مؤمن، الجلسة مريحة جدا. النبي اجتهد لا لراحته ولا لصالحه، ولكن لصالح الدعوة. اختار الأصعب، اختار الأقوى، اختار الأشد، اختار الإنسان المتعب. فكان مهتماً بهذا الإنسان، فجاءه أحد أصحابه الكرام وكان كفيف البصر ابن أم مكتوم، وقال: يا محمد يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام انزعج منه وأعرض عنه وتغير لون وجهه تماماً، كما لو أن أستاذاً كبيراً في الرياضيات عنده ضيف كبير وهو حريص على هدايته حرصاً لا حدود له، وهو منهمك في المناقشة، دخل ابنه وقال له: يا أبتي دلني على حل هذه المسألة. ماذا يقول له؟ هلا أخرج، أنا لك، كل وقتي لك، الآن دعني وهذا الإنسان. هذا الذي حصل. لذلك قال بعض العلماء: الله عز وجل عتب للنبي ولم يعتب عليه، وفرق كبير بين أن تعتب له وأن تعتب عليه. لو دخلت الأم على غرفة ابنها فرأته يدرس حتى الساعة الثانية فجراً قد تصيح به: إن لجسمك عليك حقاً يا بني، قم إلى الفراش واسترح قليلاً، إنها الآن غاضبة. غاضبة له أم عليه؟ له. فقال العلماء: إن الله عتب على النبي لأنه حمل نفسه فوق طاقتها،
لأنه اختار الأصعب، اختار الإنسان الأصعب والأقسى والمعاند والكافر. فالله عز وجل وصف، قال عبس وتولى، هذا وصف وليس هذا تقييماً. أنا أقول لكم فلان خرج، أما إذا قلت بئس ما فعل أنا أقيم، لو أنني قلت خرج أو دخل هذا وصف، أما إن قلت بئس ما فعل نعم ما فعل صار تقييم. فالله عز وجل قال عبس وتولى، وصف الله حال النبي الذي اجتهد فاختار المركب الصعب، لكن الوحي لفت نظره إلى أن هذا الذي تراه كبيراً، هذا الذي تراه قوياً، هذا الذي تراه متبوعاً، هذا الذي تعلق آمالاً على هدايته، لعلم الله فيه لا تضيع وقتك معه. الإنسان قد يجتهد وقد يكتشف خطأ اجتهاده، قد يجتهد وقد يعلم أن اجتهاده لم يكن في محله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك تكليف إذن ليس هناك معصية، لا معصية من دون تكليف، ولأنه اختار الأصعب فقد عتب الله له ولم يعتاب عليه. النقطة الثالثة هي أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي، لا يملك جلبه ولا دفعه ولا بيانه ولا إخفاءه. يعني مثل بسيط، إنسان قابل شخص في أثناء المقابلة تكلم معه كلاماً قاسياً، لو عاد هذا الإنسان إلى بيته بماذا يحدث أولاده وأهله؟ بإمكانه أن يخفي الكلمات القاسية التي سمعها من هذا الذي قابله، ومعظم الناس يفعلون كذا، وقد يتكلمون العكس، كنت قوي وكنت جريء، ما في مين يكذبه لأنه يتكلم كلام كما يحلو له، بس الإنسان عادته يخفي النواحي السلبية ويظهر الإيجابيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمين وحي السماء، لا يمكن أن يخفي شيئاً جاءه بالوحي. طبعاً هذه الآية يعني بالمقياس البشري ليست في صالح النبي، كأن الله يعاتبه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطنع الوحي ويفتعله لما ذكر هذه الآية، ولأن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي لا يملك له جلباً ولا دفعاً، لذلك جاءت هذه الآية عبس وتولى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل صحابي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. وقد يكون أحدنا في الأرض في درجة دنيا اجتماعياً أو اقتصادياً أو علمياً، وهو عند الله في درجة عليا. هؤلاء الذين نافقوا وكذبوا على الله وعلى الناس لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الذي أعرضت عنه خير ألف مرة من الذي أقبلت عليه. ونحن هذا درس لنا، إنسان فقير طرق بابك، لعل الخير كله في هذا الإنسان، وإنسان كبير هو معرض عنك وأنت مقبل عليه، فهذا الذي أقبل عليك يجب أن تضعه في قلبك، لا تدري أين الخير. قال له وما يدريك لعله يزكى،
أو يتذكر فتنفعه الذكرى. طبعاً المؤمن الداعي أديب مع الله، يستقبل كل الناس ويبش لكل الناس ويرحب بكل الناس ولا يفرق بين واحد وواحد، فلعل الخير كله في أناس تظنهم ليسوا أهلاً لدعوتك، وقد يخيب ظنك بأناس تظنهم أهلاً لدعوتك. هذا درس علمنا إياه ربنا جل جلاله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يربي الأمة بعظيمها. يا أيها النبي اتق الله، هو ألا يتق الله؟ إذا قلت للمجتهد اجتهد، أي ثابر على اجتهاده بالضبط. إذا قلت للمجتهد اجتهد يعني ثابر على اجتهادك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، لأن الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، واضح. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن طاعة الله، استغنى عن درس العلم، استغنى عن معرفة الله، مشغول بدنياه، غارق في ملذاته، مقبور في شهواته، هذا استغنى عن الحق، لا يعبأ لا بدرس علم ولا بتفسير آية ولا بحكم فقهي ولا بسير الصحابي. يعنيه الدرهم والدينار، وتعس عبد الدرهم والدينار، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد الخميصة. أما من استغنى، يعني المعرض لو يلتقي بالأنبياء جميعا، لو يصعد إلى السماء فيرى كل شيء، لو يرى ما بعد الموت لا يؤمن، والذي أراد الحقيقة تدله بعرة عليها، البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. يعني الحقيقة إن أردتها أقل شيء في الدنيا يدلك عليها، وإن لم تردها لو كنت أكبر موظف في وكالة ناسا الفضائية وترى كل يوم صور المجرات بما لا يصدق لا تؤمن. القضية قضية اختيار وقرار داخلي. أما من استغنى فأنت له تصدق. أيضا وصف النبي حريص على هداية الخلق، فإذا التقى بقوي أو بزعيم فإذا اهتدى لعل من تبعه يهتدي، لكن الله عز وجل لفت نظره إلى أن هذا لا خير فيه. وما عليك ألا يزكى، الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع أن تهدي إنسانا ما أراد الهدى، ثم إنك لست مسؤولاً عن هذا الذي لم يهتدي، إن عليك إلا البلاغ، أما دعوتك حق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دعوتك حق، ولكن لأن الإنسان مخير وهو حر طليق ليس بإمكانك يا محمد أن تجبر أحداً على الهدى، إنك لا تهدي من أحببت ولست مسؤولاً، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، لن تسأل عن عدم هدايتهم ولن تستطيع أن تهدي من لم يرد الهدى. أما أنت في دعوتك أنت على حق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. هذا هو توجيه الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنها تذكرة. دقق في معنى تذكرة، يعني شيء يذكرك بشيء، معنى الشيء السابق مرئي من قبلك سابقا. أنت إن ذهبت إلى بلد وبعد حين أطلعك أحد على صورة لهذه البلدة تقول إيه والله أعرفها، هذه الصورة تذكرة تذكرك بمشاهدتك لها سابقا. والدين مودع في أصل فطرة الإنسان، أنت مبرمج
ومولف ومفطور ومجبول على حقائق الدين ومنهج الدين. فإن عرفت الله وطبقت منهج الله عز وجل ارتاحت نفسك واطمأن قلبك وسعدت في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا صممت، يعني أنت تحب العفة وأمرك الله أن تكون عفيفاً، ففطرتك تطابق تكليفك، تحب الصدق وأمرك الله أن تكون صادقاً. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، الإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. كلا إنها تذكرة، أنت عليك أن تبين، والإنسان حر يستجيب أو لا يستجيب، هو مخير، لأنه أنت عليك أن تبين وأن توضح وأن تأتي بالأدلة وأن تأتي بالبراهين وأن يكون كلامك منطقياً. فالإنسان إن لم يستجب هذه مشكلته، وليست مشكلة من يدعوه إلى الله عز وجل. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني هذا الوحي الذي جاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مكرمة عن الخطأ وعن الدنس وعن المصالح. طبعاً كل كلام الإنسان ينطق عن الهوى أو لا ينطق. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، مع أن معظم كلام الناس ينطق عن الهوى. يعني إذا كان يبيع بضاعة دون أن يشعر يثني عليها ثناء لا حدود له، هذا كلام ينطلق من الهوى. أكثر كلام الناس في علاقاتهم ينطقون عن الهوى. فهذا الوحي من السماء في صحف مكرمة، مكرمة أن يكون فيها مصلحة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ملائكة كرام بررة. يعني هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مكرم عن أن يكون فيه مصلحة أو هوى أو خطأ. كلام رب العالمين، وكمال الله مطلق وكلامه مطلق في كماله. صحف مكرمة عن كل زيف، عن كل عيب، عن كل خطأ، عن كل سطحية، مرفوعة مطهرة من كل ما يشوبها بأيدي سفرة ملائكة كرام، كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. طبعاً بالمناسبة حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل في القرآن فهو الإنسان قبل أن يؤمن، الإنسان قبل أن يؤمن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. في عنا فطرة وفي عنا صبغة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الذي اتصل بالله عز وجل يصطبغ قلبه بكمال الله عز وجل. فالإنسان إن وردت في القرآن معرفة بأل فالإنسان قبل أن يؤمن. فهذا الإنسان إن لم يؤمن قتل، لعن وأهلك نفسه في الدنيا والآخرة. قتل الإنسان ما أكفره. ما الذي حمله على أن يكفر؟ ألأن الله أوجده من عدم؟ ألأن الله كرمه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لماذا هو يكفر؟ ما الذي حمله على أن يكفر؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. يعني الهيكل العظمي في عظم عنق الفخذ يتحمل ضغط 250 كيلو، والعظم الثانية كذلك،
يعني الإنسان يتحمل حمل نصف طن، طيب هذا العظم ما أصله؟ ماء مهين، كيف أصبح الماء عنصراً متيناً قوياً؟ كيف أصبح ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون بعد الألماس؟ من أين جاءت هذه القساوة؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأنه بالعين في 130 مليون عصية ومخروط، بكل واحد منا بشبكية العين في مخاريط وفي عصيات، واحدة منها للون الأبيض والأسود والثاني للألوان، 130 مليون من أجل صورة دقيقة جدا، من أجل أن تفرق بين درجتين من 800 ألف درجة للون الواحد. إذا اللون الأخضر درجته 800 ألف درجة، العين البشرية السليمة تفرق بين درجتين، من أجل أن تشم كل الروائح وأن ترى كل الصور والمرئيات وأن تسمع أدق الأصوات وأن تمشي، يعني وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية، ما أبعد الفرق بينهما، وبين آلة للتصوير وبين عين الإنسان. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. يعني معقول نقطة ماء بعد 9 أشهر طفل، جمجمة، دماغ، عين، حواجب، أجفان، رموش، قرنية، قزحية، جسم باللوري، خلط مائي، خلط زجاجي، أعصاب شبكية، عصب بصري 800 ألف عصب بغمد واحد، معقول؟ معدة 35 مليون عصارة فيها المعدة، أمعاء دقيقة، عمر خلية الأمعاء 48 ساعة، هذا شيء لا يصدق. كل واحد منا تتجدد زغابات أمعائه كل 48 ساعة مرة. أقصر عمر خلية بالإنسان زغابات الأمعاء 48 ساعة عمر الخلية، وأطول عمر 5 سنوات، والإنسان يتجدد كلياً كل 5 سنوات كلياً ما عدا دماغه وقلبه. لو تجدد دماغه، والله كنت طبيب راحت المعلومات كلها. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يعني كيف هالطفل بالرحم ب750 سنتيمتر مكعب سوف يخرج؟ آلية الولادة لو قرأتم عنها لخشع قلبكم واقشعر جلدكم. قال أمر هرموني، أمر هرموني يأتي إلى عظم الحوض فيتسع، أمر هرموني ثاني يأتي إلى الطفل الجنين فينقلب، أمر هرموني ثالث، هذا الرحم يتقلص قبل الولادة تقلص لطيف متزامن مبرمج، بتقول القابلة أنت بكير عليك بعد 5 ساعات تولدي، بشوف المسافة الزمنية بين التقلصين، من المسافة الزمنية بتعرف متى ستكون الولادة، فالرحم ينقبض انقباض لطيف، لو انقبض انقباض عنيف لقتل الطفل، فإذا خرج الطفل ينقبض انقباضا شديدا جدا، فإذا الرحم كالصخر، لأنه الآن في 100 ألف شريان انقطعوا، فإذا انقبض انقباض شديد أغلق كل الشرايين. لو أنه الانقباض قاسي قبل الولادة ولين بعد الولادة لماتت الأم وطفلها، قبل الولادة عنيف أمات الطفل، بعد الولادة رخو الأم ماتت من النزيف. من أي شيء خلقه فقدره؟
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. بيولد بيفرح الحمد لله على سلامته كامل، لو كان في ثقب مفتوح بدك 250 ألف، ثقب بوتان لو مفتوح، لو بين الأذنين في ثقب مفتوح لو ما سكر أثناء الولادة بدك 250,000 ليرة. لونه أزرق الطفل، إذا ما أجري له عملية بيموت. طيب سليم، رضع من ثدي أمه، هلأ مشي فرحوا، طلعوا أسنانه فرحوا، قال بابا طار عقله أبوه، بعدين دخل الحضانة أرى الفاتحة، الأسرة كلها اختل توازنها، أرى الفاتحة مثلا، بعدين راح على المدرسة، بعدين أخذ ابتدائية وإعدادية وثانوية، بعدين أخذ بكالوريا، بعدين بده يشتغل، تأمن له عمل، بده يتزوج، تزوج، إجا أولاد، تقدم بالسن، زوج أولاده، زوج بناته، بدت متاعبه الصحية، عنده كيس أدوية صار، ثم أماته فأقبره. هي رحلة لا بد منها، كل واحد على محطة واقف. هلأ هالقطار من البداية للنهاية، واحد بالمحطة النصانية، بالثالثة، بالرابعة، بالخامسة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. لهلأ ما تبت لله عز وجل؟ لهلأ ما استقمت؟ إلى الآن لم تصطلح مع الله عز وجل؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في القياس شنيع. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فالإنسان إذا نظر إلى طعامه المحاصيل والحبوب تنضج في يوم واحد، بينما الخضار والفواكه تنضج في مدة طويلة قد تزيد عن 3 أشهر. لو أن الآية عكست ماذا يحصل؟ أيمكن أن نحصد القمح فنمسك كل يوم كل سنبلة على حدة، نضجت أم لم تنضج؟ هذا عمل مستحيل. أما هذا البطيخ ينبغي أن تأكله طوال الصيف، إذن ينبغي أن ينضج بالتدريج. فهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. طيب كيف يعرف من يقطع هذه الثمرة أنها نضجت؟ اللون كله أخضر، هل يمكن أن يفتح ما في داخلها؟ لا تباع معه. كيف يعرف؟ هناك خيط في أعلاها، إذا كان يابساً فقد نضجت، إذا انكسر بيده فالبطيخة ناضجة، إن لم ينكسر فالبطيخة لم تنضج بعد. هي علامة من علامات نضج هذه الفاكهة. فالإنسان إذا فكر فيما يأكل فقط يصل إلى الله. إذا فكر فيما يأكل، في القمح، القمح 45,000 نوع، والقمح هو الغذاء الأول، وهو الغذاء الكامل، وهو الغذاء الطبيعي. ونحن قلبنا هذا الهرم، كان طعامنا حبوباً وخضار وفواكه ولحوم، لو كان في هرم أو مثلث، أكبر مساحة للحبوب، ثاني مساحة للخضار والفواكه، أصغر مساحة للحوم. حينما قلب هذا الهرم أو هذا المثلث نشأت أمراض لا تعد ولا تحصى. فهذا القمح غذاء أساسي، الشعير، العدس، الحمص، هي كلها حبوب تسمى في علم الزراعة محاصيل، تنضج في يوم واحد وتخزن، ويمكن أن تكون غذاء استراتيجي إن صح التعبير. بينما الخضار والفواكه تنضج على فترة طويلة، أكثر الخضار تأكلها طوال الصيف، لأنه في كل الصيف تنضج هذه الخضار بالتدريج، وكذلك الفواكه. طعامك الذي تأكله يمكن أن تصل إلى الله من خلاله، بس
هناك إنسان يأكل كما تأكل البهائم، يأكل ويشرب ولا ينتبه. ربنا عز وجل يلفت نظرنا فلينظر الإنسان إلى طعامه. نبات يعني يعطيك الفاكهة، نبات يعطيك الخضار والفواكه والمحاصيل. الحديث عن النبات حديث يطول، بل هو من أعظم آيات الله الدالة على عظمته. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. عود نفسك كلما جلست إلى المائدة تفكر في هذا الغذاء الذي تأكله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. من أين يبدأ الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا. هذه الأمطار الغزيرة لولاها لمتنا من الجوع. والآن في بلد بإفريقيا، وشيء والله مؤلم جدا جدا، وشعب مسلم يموت من الجوع، يموت من الجوع. شعوب تموت من البطر ومن الترف ومن التخمة، وشعوب تموت من الجوع، والمسلمون لا يتحركون لإنجابه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. انظر إلى الأرض في الشتاء، تراب. يأتي الربيع تنشق الأرض عن هذه النباتات وهذه المحاصيل، هي حلة خضراء. ثم شققنا الأرض بالنبات شقا. نعم، صببنا الماء من السماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. موضوع صببنا الماء صبا أيضا درس كبير جدا. كيف الله عز وجل يعني جعل بخار الماء، جعل الهواء يحمل بخار الماء، وكيف الله عز وجل جعل مناطق حارة ومناطق باردة، وجعل المنطقة الحارة ضغطة منخفض والمنطقة الباردة ضغطة مرتفع، وجعل تفاوت الضغطين تنشأ عنه حركة رياح، والرياح تسوق السحاب، والسحاب محمل ببخار الماء يواجه جبهة باردة فينقلب إلى مطر ويعصر عصرا، وهذا المطر يصبح ينابيع وأنهار. هذا نهر الأمازون، الأمازون كثافته في الثانية الواحدة 300,000 متر مكعب. بالثانية 300,000 متر مكعب. ينابيعه من أين؟ كله من أمطار السماء، من ماء السماء. قضية الإنبات وحدها شيء لا يصدق. يعني هذه البذرة فيها رشيم كائن حي، هناك قمح أخذ من الأهرامات قد خزن قبل 6,000 عام، زرع فنبت. الرشيم كائن حي، لكن النملة حينما تخزن القمح تأكل الرشيم لئلا ينبت. فالرشيم كائن حي، في بذور الغرام الواحد في 70,000 بذرة، الغرام الواحد، وكل بذرة فيها رشيم، فيها سويق وفيها جزير، فيها مخزون غذاء كل بذرة. قضية البذور وحدها قضية تلفت النظر. هلأ في النباتات الرعوية، هذه كيف تنبت؟ بذورها على شكل حلزون، تسقط من الأعلى فتنغرس في الأرض، زرع طبيعي من دون يد إنسان. قد تنمو الأحراش والرعويات بشكل مخيف دون أن يزرعها أحد، وهناك بذور طائرة تنتقل من قارة إلى قارة، وهناك بذور لا تنبت إلا إذا أكلتها الزرافة، تأكلها الزرافة وتخرجها من أمعائها فتنبت في الأرض. الحديث عن البذور حديث طويل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول لك إنه هذه الفاكهة طعمها حامض، شكلها كمثري أو شكلها كروي، لونها كذا، كل كلمة هي معلومات مبرمجة عليها هذه البذرة. فأنبتنا فيها حبا، القمح هو الغذاء الكامل، وعنبا الفاكهة، وقضبا. قالوا القضب هو غذاء الحيوانات، يعني هذه الفصة والبرسيم، لأنها
تحصد فتنبت، تحصد فتنبت، تحصد فتنبت، ست مرات. وهذه الحقيقة قد لا تعرفونها، يعني غذاء الحيوانات بشكل اقتصادي مربح جداً، تزرعه مرة واحدة وتحصده ست مرات متوالية، كلما قضمته نبت مرة ثانية، سمي عنباً وقضبة. وقال بعضهم القضب هو التمر، العلماء على ترجيح أن القضب هو التمر أو القضب هو النبات الذي تأكله البهائم، يقضب فينمو ويقضب فينمو. وزيتوناً ونخلة، هذه الشجرة المباركة، وكلما تقدم العلم اكتشف أنه أول غذاء ينتفع به الإنسان هو زيت الزيتون، يخفض الضغط، يخفض الكوليسترول، يلين الشرايين، بل إن عمر الإنسان من عمر شرايينه. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض العضالة كيف يموت؟ يموت بتصلب الشرايين. وزيت الزيتون وحده يطول عمر الشرايين إلى أعلى درجة، فأقل الإنسان عمره من عمر شرايينه. وزيت الزيتون يكافح السرطان، ويخفف الضغط، ويخفف الكوليسترول، قوي الشرايين ويجعلها مرنة. قال تعالى: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. نعم. وعنبا وقضبا، إما التمر وإما نبات تأكله البهائم. وزيتونا ونخلة، والنخل من أطول الأشجار المعمرة، تعيش شجرة النخل 6000 عام، 6000 عام تعيش هذه الشجرة وتعطيك ثمرة. بيت لا تمر فيه جياع أهله، التمر فيه مواد مهدئة، مواد مطهرة، مواد قابضة، مواد ملينة، في 46 مادة غذائية ولا يتلوث أبدا. وهو الأسودان، التمر والماء، وكان طعام الصحابة الكرام. وحدائق غلبة، الآن أنواع الأزهار، أنواع الرياحين، أنواع النباتات التي تعيش في المنازل، أنواع الأبصال، الألوف الأنواع، وكل زهرة تسبح خالقها وقد خلقت خصيصاً للإنسان. الواحد أعطى الحمار فلة، أم أكل الحمار؟ فقيل الذي أعطاه هذه الفلة هو الحمار. نعم. وحدائق غلبة، يعني كثيفة وعظيمة. وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يأكله الإنسان والأب ما يأكله الحيوان. الآن قد يغيب عن أذهانكم أن هذا القمح ما غذاء أساسي للإنسان، أما هذا الساق الذي يحمل سنبلة القمح غذاء أساسي للحيوان، يعيش الحيوان على التبن فقط. هذا من بقايا الحصيدة، أما هو غذاء أول الحيوان، يعيش الحيوان على التبن عمره كله، فهو غذاء كامل. فهذه السنبلة غذاء للإنسان، وهذا الساق الذي يحملها غذاء للحيوان. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني أنا طبعا أذكر عناوين أبحاث، أما أنت معك منهج للتفكر، معك منهج الفاكهة والأب والحدائق والأزهار والأبصال والورود والرياحين وكل نباتات الزينة، هي لحالها موضوع، وفي أعداد بالألوف، وفي الزيتون والنخل، فوائد الزيتون وزيت الزيتون وفوائد التمر، وفي العنب والقضب، وفي الحب المحاصيل، وفي انشقاق الأرض عن النبات، وانشقاق السماء عن الماء، فالماء من السماء، والنبات من التراب،
والحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والحدائق الكثيرة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الآن إذا الإنسان فوت عليه فرصة التفكر في خلق السماوات والأرض ما فكر، أكل كالبهيمة، أكل كالبهيمة تماما، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تأكل الحشيش وكفى دابة لأنه، وكل إنسان بيأكل وكفى لا يسمي الله عز وجل، لا يحمد الله على هذه النعم، فهو كالدابة تماما. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان يأكل ويتفكر، يأكل ويتعلم، يأكل ويتقرب، يأكل ويسمي، يأكل ويشكر. أما إذا الإنسان ما فكر وعاش شهوته واستجاب لميوله ونزواته وغرائزه وعاش لمتعه وشهواته، قال: فإذا جاءت الصاخة صوت يصم الآذان أو صوت تصغي له الآذان، كلاهما صحيح، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. الإنسان عادة يستنجد بأخيه لأن أباه متقدم في السن وأن ابنه ضعيف لا يقوى على نجدته، أما الإنسان بمن يستنجد؟ بأخيه. في هذا اليوم فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون عراة حفاة غرلة، حفاة عراة غرلة يعني من دون اختتان، قلفة أعضائهم موجودة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أهكذا ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. في النهاية هؤلاء البشر صنفان: وجوه يومئذ مسفرة مشرقة متألقة، ضاحكة مستبشرة، يعني طالب نجح بلغوا أنه نجح، عم ينتظر العلامات وتكريم أهله وتكريم الدولة له أولي، لأنه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة. قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني كم إنسان وكم ملة وكم مذهب وكم طائفة وكم دين وكم عرق وكم جنس وكم لون وكم نحلة، كل هؤلاء الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم في النهاية رجلان: وجه مسفر ضاحك مستبشر، عرف الله في الدنيا فاستقام على أمره وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله تفلت من منهجه أساء لخلقه فشقي في الدنيا والآخرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، العمل السيء يجعل الوجه سوداوي، ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أخواننا الكرام، الوجه صفحة النفس، سعادتك تظهر على وجهك وبراءتك تظهر على وجهك وعفتك تظهر على وجهك وصدقك يظهر على وجهك. الوجه صفحة النفس، وجه صاف مشرق بريء طاهر، وجه خبيث مجرم مذنب عمل أمامه. أولئك هم الكفرة الذين ما عرفوا الله، والفجرة الذين عصوه في الدنيا وتباهوا بهذه المعصية.